مفكرناش ولو مرة نشوف الدنيا من برة بعين كل اللي هجروها دي ناس شافوا اللي شايفينه وعرفوا اللي احنا عارفينه ولما اتصدموا رفضوها مفكرناش ولو مرة نشوف الدنيا من برة بعين كل اللي هجروها دي ناس شافوا اللي شايفينه وعرفوا اللي احنا عارفينه ولما اتصدموا رفضوها بركات. الراجل ده انت مش قده. حسام ده اللي يقرب من بيته ياكله وروحه في تامر ابنه اللي انت شفته معاه في نعمة بيه. بلاش تيجي ناحيته ولا تقرب له. اطلب منه مهلة يوم كمان. ودلوقتي قوليلي فين بيته ده؟ بلاش يا بركات. انا خلاص ما بقاش قصادي غير ان انا اتنازل عن القضية واخلص بقى من الهم الاسود ده. انا مش حمل ساعة واحدة في السجن. ده انا اتبهدلت. دي قضية ممكن ألبس فيها 3 سنين سجن. بيته فين؟ بس أنا خايف تكون البت دي بتثبتني يا برنس. هي بس بتحاول تكسب أي وقت عشان تعمل أي حاجة. بس صدقني أنا أدم
هتنخ في الاخر. جلسة يوم الاربعاء وانا عاوزها تستوي على الاخر لحد يوم الجلسة. اطمن سيادتك، الناس اللي معانا مظبطينها اخر حاجة. ما هم كمان واخدين مبلغ معتبر. من خيرك يا باشا، ما انت قلت لي ما فصلش معاهم. لا 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 ما تفصلش، المهم نخلص. يلا بقى يا اخي، سهرني سهرة حلوة خرجني من المود ده. هو ده يا برنس. يلا. اتفضل يا باشا اتفضل. زيادة هتلاقي المطوة دي لاشقة في رقبتك انت وابنك. عايز مننا ايه؟ زمانها هتموت دلوقتي. ايوه ايوه. مين اللي بيتكلم؟ انا عملك لسه. أنا مش هخليك تدوق طعم النوم، وهوريك النجوم في عز الظهر. وفي يا برنس؟ مين اللي كان بيكلمك؟ خطف تامر. إيه؟ فكها بسرعة يا أدم. إيه اللي حصل؟
مين اللي عمل فيك كده؟ ها؟ بسرعة يا أدهم. حاضر حاضر. معرفش. واحد مغطي وشه كتفني وخدتني. خدت الباب وخد مني رقم تليفون. واحد مين ده؟ أنت بتعرفش مين كلمك؟ لا. صوت أول مرة أسمعه. أنا عاوزة ابني. بلغ البوليس قبل ما يعملوا فيه حاجة. مريم إحنا لازم نهدى شوية. لأن ممكن أي تصرف يخليهم يتهوروا. أنت هتسيب ابنك وتقعد تفكر؟ أنا هلف عليك الشوارع. هقلب الدنيا هبلغ البوليس هعمل أي حاجة. استني بس يا مريم. استني. الولد لسه معاه. يعني ممكن جدا يعملوا فيه أي حاجة. وأنا مش هستنى لما يعملوا. أكيد هيكلموا سعادتك تاني ما دام اتكلموا قبل كده. هيكون مين اللي عملها يا ده؟ أنت لسه هتسأل؟ كفاية توتر بقى. خلينا نشوف أنا هعمل إيه. هتعمل إيه في إيه؟ ابني فين الناس مجرمين وانت عايزني اسكت؟ مش هسكت يا حسام. قلت لك اقعدي بقى اقعدي اهدي. الله خليني اعرف افكر. يا هانم يا هانم اي حاجه هنعملها دلوقتي ممكن يبقى فيها خطوره على البرنس الصغير. واي ثانيه بتفوت عليه وهو في ايديهم هيبقى خطر عليه برضه. قلت لك نقعد في اوتيل في وسط الناس. صممت تيجي تلميني اهي وادي النتيجه. انت شايفه ان ده وقته؟ انا مش هسيب ابني يا حسام. مريم خلي بالك لو شافوك بتعيط هيموتونا. اوعى تعيط. تعيط بس وديني لماما. حاضر هوديك لماما. اي خدمه؟ لو سمحت عايزين اوضه. آه كام ليله؟ ليله واحده. معاك بصاه؟ اه ثانيه واحده. اتفضل. دي مجنونه وممكن تعمل اي حاجه. هو ممكن كمان تتصل بالبوليس وتعمل لنا قلق. على ما تتصل يكون حلها ربنا. طيب هنعمل ايه دلوقتي سعادتك؟ انا متاكد انها ورا كل اللي بيحصل ده. هي مين يا باشا؟ سلمى يا بني ادم. هو في غيرها؟ بس دي محبوسه يا برنس بقالها يومين ما خرجتش. بس اللي معاها بره. قصدك اللي اكيد هو اللي اتصل بيا. ما هو مفيش حد غيرهم ليه مصلحه. اصلي يا برنس ساعد زمن واجيبه عندك. وانا هروح لها. ولو طلع اللي في بالي صح مش هيطلع عليها شمس. انسي انت ليه ما نزلتش تاكل معايا؟ خسامي مش عايز تتكلم معايا؟ حقك عليا. دي عيل مخها ضارب فرحانين بنفسهم. تزعلش مني بقى. انا مش زعلان. امال ليه قاعد لوحدك من ساعتها؟ دي حتى ندى بتقول انك ما رضيتش تلعب معايا. استني بركات. يعني انت مش عايز تشوف حد غير بركات؟ ما غمضت عيني شفته خايف وبيعيط. في ناس حابسينه في اوضه ضلمه وهو عمال يصرخ ومحدش سامعه. هو مش لوحده، معاه سلمى. هو لوحده محدش معاه. ده كابوس عشان بس ان انت زعلان. قلت لك انا مش زعلان. بركات خايف وبيعيط. انا شفته لما غمضت عيني. محدش بيشوف هو مغمض عينيه يا منسي. الدنيا بتبقى زحمه الناس صوتها عالي وبتغمضي عينيكي بتشوفي اللي هم مخبيين مش عايزين حد يشوف. كلام غريب. انا مش عارفه انت عاوز توصل لايه. انا عايز الحق بركات. بركات في شغل مع سلمى في شرم الشيخ. بركات لوحده مفيش حد معاه وخايف وبيصرخ انا سامعه. ما تيجي تنزل تاكل حاجه ولا تحب اجيب لك الاكل هنا؟ انا مش عايز حاجه. انا عايز الحق بركات. وديني ليه؟ خلاص بكره الصبح هنكلمه. انا مش عايز اكلمه. انا عايز اروح. تروح لفين بس؟ الاوضه الضلمه اللي انت حاطينه فيها. احنا مين؟ انا؟ طب امتى وازاي وانا محبوسه هنا بقالي يومين؟ انت فهماني كويس قوي واحسن لك تتكلمي بدل ما والله العظيم ثلاثه هخليكي تندمي على اليوم اللي اتولدتي فيه. انت ايه يا اخي؟ مش بعتش تهم متلفقه؟ حرام عليك. مش كفايه انك راميني هنا بتهمه زور انت عارف كويس قوي ان انا بريئه منها. عايز مني ايه تاني؟ ده ابني يا سلمى. عارفه يعني ايه ابني؟ عارفة لأني مجرباها قبلك.
فاكر لما سلطت رجالتك على بنتي عشان يجروا وراها ويموتوها؟ انا ما سلطتش حد وانا ما خطفتش حد. اللي بتعمليه ده مش في مصلحتك. ابني هرجعه بس انتي هتروحي في 60 داهيه. يا عم بجمله الدواهي اللي انت عمال تحدفني فيها يعني مفيش فايده. عارف لو مفيش فايده تبقى فيك انت يا حسام بيه. انت اللي الفلوس عمت عينيك وخليتك تشوف الناس كلها زيك بتخطف وبتسرق وبتظلم. مع اني ماليش دعوه باللي حصل لابنك بس انا فرحان فيك. عارف ليه؟ عشان هتدوق من نفس الكاس اللي سقتهولي وسقته لاختك ندى. اختك اللي انت رافع عليها قضيه انكار نسب عشان تحرمها من حقها اللي ابوها سابهولها. لا انت ولا هي ليكم حق في اي حاجه. اهي المحكمه هتحكم وبكره نشوف مين اللي له ومين اللي ملوش. انت مش قد يا سما. مش قدي. بلاش تقفي قصادي. انا ما قربتش منك يا حسام. انت اللي راميني هنا بتهمه زور وجاي دلوقتي تلبسني تهمه جديده. كده؟ طيب. الواد اللي معاكي ده انا هجيبه وهخليه يقر بكل حاجه وساعتها الموت بس. الموت بس. الرحمة دي كلمة ملهاش مكان في بيتكم. روح دور على ابنك بعيد عني يا حسام بيه. أنا معرفش عنه حاجة. مفيش أي أصل يا باشا. قلبت عليه الأوتيل كله لا في أوضته ولا في أي حتة. زي ما يكون فص ملح وداب. وهي كمان مش عاوزة تنطق. بس احنا عندنا طرق كتير يا باشا تخليها تنطق. لا انا مش عاوز اي تهور. تامر لسه في ايديهم يا بني ادم. عندك حق يا باشا. وكمان اختفاء الواد اللي معاها ده يقلق. ما اختفائه ده بيخليني اشك ان هو اللي وراها. اكيد يا باشا. واكيد كمان لسه ما خرجش من شرم ولا هيخرج الا لما نطلعها. هو كلم سعادتك تاني؟ ما تكلمش. طيب تأمرني اعمل ايه دلوقتي سعادتك؟ بص يا ادهم انا عاوزك تقلب شرم حته حته. هتلاقيه مستخبي هنا ولا هنا في شقه ولا في اوتيل رخيص. المهم انا مش عاوز النهار يطلع والواد ده مختفي وتقدر تاخد بياناته من مدير المعرض اللي عينه. اعتبره حصل يا باشا. انت خايف مني ليه؟ مش انا قلت لك مش هعمل لك حاجه؟ انت ضربت ماما. طيب ما تزعلش مني غصب عني. مش عايز منك بس وديني ليه؟ حاضر. طيب انت مش عايز تنام؟ لا ما عايز انام غير خدني ماما. بتنام في حضن ماما؟ طيب انت مش جعان؟ تعرف ندى؟ كنا نلعب مع بابا وماما قالتلنا حلوه بس بابا كان صراحه يلعب معاه. انا كمان بحب العب معاه. انت بتحبها؟ انا كمان بحبها. اصلها طيبه قوي. ماما زمان انت عيطت عشاني. طب يا حبيبي حاول تنام علشان اوديك ليها الصبح. خالص. احكي لك حدوته؟ انت تعرف؟ هحاول. ليه؟ انت طيب قوي. طيب يا حبيبي تعال نام وانا هحاول احكي لك حدوته. كان يا مكان يا سادة يا كرام ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. عليك الصلاة والسلام. بتحبسني يا حسام؟ سايب ابنك فيه الناس ما تعرفهاش وبتحبسني أنا؟ جالك قلب تعمل فيه كده؟ علشان لازم تهدي. أنت بالشكل دوت هتبوظي لي كل حاجة أنا بعملها. وأنت عملت إيه؟ ابنك بات بره بيته وانت سايبني اكل في نفسي. انا هروح ابلغ البوليس هو اللي هيجيب لي ابني. يا مريم يا مريم انا ما بلغتش البوليس لاني مش عارف اللي واخده ده عاوز ايه. لازم اعرف الاول عشان اعرف اتصرف. وبعدين اطمني انا تقريبا عرفت هو مع مين. النهارده مش هيعدي الا وتامر معانا. ما امبارح عدى وما عملتش حاجه. طب ادخلي جوه يا مريم وسيبيني اتصرف. انت مش حاسس بالنار اللي جواك؟ ده ابني. ما هو ابني انا كمان. هو انت جايباه لوحدك؟ انت خايف على سمعتك تخرب
ولا حاجه تمسك في السوق عشان كده مش عايز تبلغ. انا بقى عندي ابني اهم من كل حاجه، اهم منك انت شخصيا. ارجوكي اهدي اهدي، وانا اوعدك ان ابنك هيبقى معاك النهارده. انت لسه هتوعدني؟ مش معقول ان انت تعمليه في نافوخي كده. انا كده لا هعرف اتصرف ولا هعرف افكر. انا مش قادر استنى. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. انا عارف يا بني، انا عارف ومقدر، علشان كده بقول لك للمره المليون اهدي اهدي يا حبيبتي. بصي يا بني، الناس اللي خاطفينه دولت ممكن يكونوا عاوزين فلوس ولا حاجه، فاحنا ممكن نخلص الموضوع في هدوء علشان ما يعملوش حاجه في الولد، فهمتي؟ ده لو كانوا لسه ما عملوش. طب خشي جوه يا مريم بقى، كفايه كده جوه. انت لسه ما نمتيش ولا ايه؟ هنام ازاي يا ابني واختك مش عارفه عنها اي حاجه؟ هي لسه ما اتصلتش؟ تليفونها مقفول. هتجنن يا يوسف، مش عارفه اعمل ايه. ماما انا ممكن اروح اسال عليها في شغلها. روحي يا انجي، خد اخوكي وروحوا اسالوا عليها في الشغل، على الاقل نعرف حاجه بدل ما احنا قاعدين كده مش فاهمين ايه اللي بيحصل. خليكي انت انجي، انا هروح لها على طول. لا انا لازم اطمن عليها، مش عارفه انام. قلبي واكلني يا ولاد، حاسه ان اختكم جرى لها حاجه. انا هخش البس واروح لها حالا. وانا كمان هغير هدومي على طول. استر يا رب، الستر من عندك يا رب. تيتا يا تيتا. يا مامي برضه لسه ما جاتش. يا حبيبتي ادعي لها يا ندى، ادعي لها ربنا يحفظها وترجع بالسلامه يا رب. يا حبيبتي لو سمحت، ما تعرفش حد بيبيع اكل قريب هنا؟ انزل اسال في الريسبشن تحت يجيبوا لك اللي انت عايزه. متشكر قوي. انت في حد نازل عندكم اسمه بركات درويش؟ يا باشا احنا في التمام، مفيش أي قلق. اخلص شوفني نازل عندكم ولا لا؟ أيوه موجود، هو عمل حاجة يا باشا؟ كان في حد معاه؟ معاه عيل صغير، ظهر ابني. طب شوفني نازل في أوضة كام بسرعة؟ دفع مقدمة. يعني ايه فلت منك؟ انت بتستهبل يا ادهم؟ بقول لك ايه؟ خلي رجالتك يقلبوا عليه الدنيا، اكيد ما بعتش، وانت تستناني في مكانك. انا جاي لك دلوقتي حالا. يلا سلام. يلا يا مالي. لو؟ ان شاء الله هيلاقوه. انا ما اعرفش اي حاجة عن الشغلانة دي. تقدروا تتصلوا بيها؟ ما احنا اتصلنا بيها، لقينا موبايلها مقفول وقبل كده ما كانتش بترد. خلاص روحوا لها هناك واسالوا عليها، احنا ملناش اي علاقه بالموضوع ده. يعني ايه ملكوش اي علاقه بالموضوع ده؟ هي مش تبعكم برضو؟ تبعنا ايه؟ احنا ما بننظمش معارض. دي طلبت اجازه وقالت عندي ظروف واحنا وافقنا لها. انا مش عارفه انت ليه بتتكلم بعصبيه كده. علشان حضراتكم معطليني، بعد اذنكم. وبعدين يا يوسف؟ مش عارف، الحكايه كده شكلها يقلق. يا ادم لسه برضه ما عرفتوش تلاقوه؟ اختفى في ثواني يا برنس، وانا بدرت الرجاله بتاعتنا في كل حته واكيد هيجيبوه. طب اتاكدت ان تامر هو الولد اللي معاه؟ الناس اللي هنا بيقولوا ان كان معاه عيل صغير. اكيد تامر. بقول لك ايه؟ معاكي صوره تامر؟ ليه؟ عشان نتاكد. اخلصي. ايوه.
لو سمحت من فضلك بص للصوره دي كويس. هو ده الولد اللي كان معاه؟ ها هو ده يا باشا، هو ده الولد اللي كان معاه. ابني بلغ البوليس قبل ما يعمل فيه حاجه. ابن الكلب اديني لموريه. يا لهوي، يعني ايه ما يعرفوش عنها حاجه وانتوا سبتوه كده ومشيتوا؟ يعني كنا هنعمل ايه بس يا ماما؟ انا قلقان الراجل ده بيتكلم بطريقه كده فيها حاجه. انتوا عايزين تموتوني؟ روحوا بلغوا البوليس، شوفوا اختكم جرالها ايه. ماما ما تهوليش الحكايه. يعني ايه ما هولش؟ انتوا مش بتقولوا الراجل ده كلامه يقلق وانه ما يعرفش عنها حاجه؟ تبقى راحت فين؟ اكيد جرالها حاجه. بلاش الكلام ده قصاد البنت. استر يا رب. سعاد، عرفت اللي حصل لسلمى؟ ايه؟ حصل لها ايه؟ ده بقالها يومين متهمنا في قضية سرقة وقابضين عليها. يا مصبتي، بنتي راحت، بنتي راحت. استني بس يا ماما، خلينا نفهم. طب وانت عرفتي منين؟ ما انا بقالي يومين بكلمها وهي ما بتردش، فقلقت عليها، رحت مكلمها بنت من اللي شغالين هناك، حكيت لي اللي حصل. انا عايزة اروح لبنتي. ماما بس معلش، ما تخافيش ماما، احنا لازم نشوف لها محامي، الموضوع كبير والقضية لابسة ومش هيسيبوها. انا كان قلبي حاسس انه جرالها حاجة، مش قلتلكوا؟ طب هي فين عشان نروح لها؟ قبل ما نروح لها نروح للمحامي وبعدين نبقى نشوف هنروح لها ازاي. انا عاوزة ماما. ممكن بقى تهدي شوية وتصلي على النبي كده ولما نقعد هنتكلم. اهدي بقى يلا. ان شاء الله هنلاقيه. انا عايزه، انت ليه مش عايز تبلغ؟ لو ادهم ما وصلوش هو والرجاله اللي معاه هبلغ. انت لسه هتستنى يا مريم؟ انا معرفش الواد ده ممكن يعمل في ابني ايه. ما انت اتاكدت انه معاه، اكيد البوليس هيعرف يجيبه. وممكن يعاند ويختفي خالص. مريم اطمني، الواد ده لسه ما خرجش من شرم، هنوصل له. ولو ما وصلتلوش؟ مريم انا مش ناقص توتر بقى. ابني فين بجد؟ انت مش عايزني اتوتر؟ طب خلاص ساعه، لو ما وصلناش لحاجه هبلغ. لا احنا نقوم نبلغ دلوقتي، ولو مش عايز الحكايه تبقى رسمي كلم اي حد من اللي انت تعرفه في الداخليه، ممكن يخلصها لك من غير ما حد يحس. ماشي، يظهر ان مفيش حل تاني غير كده. مين اللي بيكلمك؟ استنى يا مريم. الو، ايوه مين؟ انت فين يا كلب؟ وحياه اهلك ما هسيبك. انت فاكر يالا انك انت كده فلتت مني؟ اختبر معايا، اهدى شويه. انت عاوز ايه؟ ايه بتقول؟ ايه بيقولك؟ ايه ما تستعلني يا مريم بقى. انت فين دلوقتي؟ وانا اضمن منين بقى انك انت مش هتعمل في الوقت حاجه؟ اعمل اللي هو عايزه، ابنك في ايده. عارف، عارف لو مسيت شعره واحده من راسه هعمل فيك ايه؟ مش هيكفيني في عمرك وعمرها. يمين سلمى تخلص من اللي هي فيه هتلاقي ابنك عندك على طول، وده اخر كلام عندي. لو ده ما حصلش مش هتشوف ابنك تاني. انت بتعمل فيا ايه؟ ما تخافش يا حبيبي. صحيح يا باشا الحكايه وسعت شويه، بس انا هنفذ اللي انتوا طلبتوه مني. ومال؟ وهتعمل اللي بقول لك عليه كمان. طيب يا اخي ليش عملتوا هاد كله من الاول؟ من غير اسئله يا خيي، تعمل اللي بقول لك عليه وبس. وهي رح نعملها كيف؟ بسيطه، اللي اتسرق يظهر. واللي لقيناه عندها؟ عادي، مش هو اللي اتسرق، بس هيقل حساب تاني. وماله خي، اللي هتطلبه هتاخده، بس عايز الحكاية دي تتنفذ دلوقتي حالا. طيب ليش التغيير؟ أوامر البيه. أمرك. حظك حلو. ليه؟ إيه اللي حصل؟ لو اللي اتسرق. إيه؟ واحد تخرجي بجد؟ والله مبروك واسفين على اللي حصل. يا ما انت كريم يا رب، يا ما انت كريم يا رب. مع السلامة. خلاص الحكاية خلصت وهي خرجت. يعني ايه؟ يعني لقوا اللي اتسرق وهي خرجت منها. حضرتك متأكد؟ ما انا لسه قافل مع بتوع المعرض قدامك اهو، وكمان الحكاية ما لهاش اي اثر لا في النيابة ولا في المباحث. يعني ايه؟ يعني اتلمت في الاوتيل وامن المعرض هو اللي كان متحفظ عليها. طب حضرتك هي فين دلوقتي؟ أكيد خرجت، ولو كلمتوها كمان شوية هترد. طيب ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ يعني ممكن نعرف الجلسة حصل فيها إيه؟ الجلسة اتأجلت، لا هي راحت ولا هو راح. طب كويس، كان عندنا أمل مراد إن إحنا نكسب ورقة، لكن معلش تتعوض.
الحمد لله على السلامة. مفيش ظلم بيدوم. انتي صدقتي نفسك؟ انتي فاكرة انك انتي كده خلاص خلصتي مني؟ لا لسه بدري قوي والحساب يجمع. مش وقته الكلام ده، انا عاوزة ابني. بتتحمي في عيل زي ده؟ بتتفقي عليا معاه؟ انا متفقتش مع حد. بس هيروح مني فين؟ هيروح مني فين؟ ما انا هجيبه هجيبه، وساعتها هسحله قصاد عينيكي، هخليه عبرة لأي كلب يفكر انه يقف قدام حسام المهدي. انت واقف لي هنا عشان تهددني؟ ما كفاكش اللي انت عملته فيا؟ عايز مني ايه تاني؟ انا اللي عايز اعرف، انت ليه عملتي فيا كده؟ انا عملت لك ايه؟ ولا ابني عمل لك ايه؟ جوزك هو اللي عمل يا مريم، انا ما عملتش فيكي حاجه، رماني هنا وفي الاخر عايز ياكل حق اخته. انت لسه ليك عين تتكلمي؟ ما اللعبه انكشفت خلاص، اللعب دلوقتي بقى على المكشوف. انا ماليش دعوه بكل ده، انا عاوزه ابني. حسيتي بالنار اللي كانت جوايا؟ عرفتي يعني ايه حته منك تضيع؟ وانا وقفت جنبك، وانا ما سرقتش ابني، وانا نفذت اللي طلبه شريكك وخرجتك. ابني فين يا سلمى؟ انا ما اعرفش حاجه. استني هنا، انت رايحه فين؟ ايه لسه في تهمه جديده في صحيفه السوابق اللي انت عملتها لي؟ ابني ابني يا سلمى. انا ما اعرفش حاجه يا حسام بيه، روح دور عليه، ما هو كاس وداير. انت حاسب هتمشي؟ ادهم اتحرك. الو، ايوه بركات، انت فين؟ طمني عملت ايه؟ طيب انت فين دلوقتي؟ انا خرجت. اعمل ايه؟ ليه استنى كل ده؟ حاضر، بس انا لازم امشي من هنا، انا خايفه يحصل حد يطب عليا واروح اي حته تانية. فين؟ في موقف السوبر جيت، تكوني موجودة هناك الساعة 6 بالظبط. أنا حجزتلك تقعدي في الكرسي رقم 12. مالكيش دعوة باللي هيحصل، ركزي في اللي بقولهولك وخلاص. لا مش هينفع تشوفيني دلوقتي، لأن هم أكيد مراقبينك وعايزين يوصلولي. سلمى ابقي امسحي النمرة من على التليفون لحسن التليفون يقف إيد حد ولا حاجة. مع السلامة. يلا تامر وداني ماما بقى. انا مش عارفه انت مستني ايه لحد دلوقتي. استني تليفونه. استني كده، ده اكيد هو. الو، انا عملت اللي انت طلبته، متهيالي بقى توفي بوعدك. ايه مش معنى الساعه 6؟ اسمع، انا صبرت عليك كتير قوي. ماشي، المكان فين؟ فين؟ وش معنى المكان ده؟ اوكي هتلاقيني هناك في المكان. اديني نمر التليفون عشان اعرف اكلمك. ماشي، هستنى تليفونك. ايه ما جابوش ليه؟ هنستلمه منه الساعة 6 في حتة اسمها النبت. ودي فين دي؟ معرفش، هي حتة محدوفة والسلام. انا مش عارفة، انا مش عارفة انت ازاي سبتها من غير ما تجيب تامر. ومين قالك اني هسيبها؟ انا عيني وراها مطرح ما تروح. كان على ايه ده كله؟ ما كانت قدام عينك. عشان هي اللي هتوصلني ليه. لو كنت مسكتها كان هيأذي الولد. قالك هيجيبوا لو هي خرجت.
بس يقع في ايدي الحيوان ده. انت ما بتردش ليه؟ انت راخر. انا قلبي مش مطمن. حسام لو ابني حصل له حاجه انا هتجنن. معلش يا مريم، هانت لغايه دلوقتي الولد لسه بخير. مش عايزين اي تهور بقى عشان ما يضطرش انه يؤذيه. ايه يا ادهم انت ما بتردش ليه؟ هو انا ناقصك؟ لسه ما نزلتش؟ طيب اوكي، عينك ما تغيبش عنها ثانية واحدة يا أدهم. بالحق، تعرف حتة هنا اسمها النبأ؟ فين دي؟ كنت متأكد إنها بعيدة. طيب يا أدهم، عموما خليك جاهز واستنى مني تليفون وخليك وراها. أيوة يا سيدي اتكلم، مالكش دعوة، خليك وراها، عينك ما تغيبش عنها ثانية واحدة يا أدهم، فاهم؟ الاتنين تطلعوا وراها السلم وانت تعالى ورايا. انت متاكد يا ادهم من المكان ده؟ ايوه يا برنس، هو ده الوصف وهي دي اليافطه. يبقى ضحك عليك يا حسام، يبقى خدها وخد الولد معاه. انا مش قايل لك يا بني ادم انت ما تغيبش عن عينك ثانيه واحده؟ ازاي تسيبها تهرب يا برنس؟ يا برنس، ما انت قلت لي ما اقربش منها علشان نعرف نوصل له. واديها هربت زي ما هو هرب بالظبط. واحنا دلوقتي واقفين في الطل مش عارفين نعمل حاجه، وزمان هو دلوقتي قاعد باصص علينا من فوق وعمال يضحك. عمال يضحك! وكل ده بسبب مين؟ بسببك انت يا حيوان! احنا ما قصرناش في اي حاجه يا برنس، ولو كنا عملنا اي حاجه غير كده كنا هننكشف. ما تتكشف ولا تغور في 60 دقيقه! ابني ضاع! ضاع! مريم! 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 خد على العربيه! خد على العربيه! الو، انت فين يا هلا؟ ايه اللي سمعته احسن بيه؟ ابنك في الفيلا بقاله شويه، تقدر تروح تشوفه. خساره فيك الواد ده، ابقى بسهولي، واد لطيف قوي والجايات بينا كتير. سلام. الحمد لله على السلامه. انت اعقل مجنون واجن عائله انا قابلته في حياتي. We'll be right back.
وصلهم هروبهم هو إخلاصهم عشان فضلت عقولهم بك ولا تصابوا بتعوني الفكر وعاشوا بكل إحساسهم